للكابتن مصطفى يونس برضو ممكن هو يفيدنا في الناحية الفنية، طبعا كنجم كبير من نجوم مصر ومن نجوم النادي الأهلي السابقين. كابتن مصطفى ازاي حضرتك؟ كريم صيف الله حبيبي، ازيك؟ ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ الله يخليك كريم. كل مباراة قمة وانت طيب، يعني دايما كان ماتشات الأهلي والزمالك او الزمالك والأهلي لقاءات قمة في كل حاجة، في الجماهير، طبعا في طبعا، الشياكة، في الملاعب، وبعدين في الفرقتين، في الفنيات، ولكن بقى لنا فترة الماتشات بدون جماهير يعني. طبعا هو دي اسوء ما في المباراه واسمى في الدوري ان هو من غير جماهير. يعني اوحش حاجه اعتقد الدوري ده يا كريم لو في جماهير كان بقى يعني حاجه ممتعه لينا يعني. ايوه لكن زي ما بنقول دايما مصلحه البلد اهم من كل حاجه، ومصلحه ولادنا بدل ما يجرى فيها حاجه اهم من اي حاجه. ايوه شايف الماتش فنيا بكره ازاي يا كابتن مصطفى، سواء انا للاهلي شايف او للزمالك؟ اولا النادي الاهلي ليه فرصتين، هل زيزو هيلعب على الفرصتين ولا على الفرصه واحده؟ لان التعادل يكفي النادي الاهلي يفضل متربع على القمه باربعه نقط. تمام. نادي الزمالك ما قدموش حاجه غير المكسب، هل هيجازف بيده ويلعب مهاجم ويعمل فراغات في ظهره والنادي الاهلي يستغلها؟ كل دي حاجات حسابات في لازم تبقى في دماغ الاثنين مدربين، علاوه على مفاتيح اللعب في الفرقتين. اي مفاتيح اللعب معلومه للاثنين، واعتقد الفرقه اللي انت قلتها بالنسبه للنادي الاهلي دي مش هتخرج عن اللي انت قلته يا كريم، التشكيل ده. عن الفرقه. يعني اعتقد هي دي نفس الفرقه اللي لعب بيها عبد العزيز عبد الشافي. تمام. طيب لكن التشكيل عودتنا الكوره يا كريم ان حاله اللعيبه يوم المباراه هي اللي بتفرق. الاهلي الافضل في الفتره اللي فاتت، الزمالك بقى له كام ماتش بيكسب بالعافيه، اي مش مقياس، مش مقياس نهائي. حاله اللعيبه والتزام اللعيبه والحاله النفسيه للعيبه وتركيز اللعيبه وعدم الضغط وخطه عدم الضغط على اللعيبه ديت خطوط كتيره، لان انا شايف لعيبه الزمالك مضغوطه من رئيس النادي والجهاز الفني والجماهير بعد الخساره من الاسماعيلي. الاسماعيلي نادي كبير والكوره مكسب وخساره، عايزين نخرج من توب ان لما تتغلب يبقى انت وحش ولازم نغير المدرب ولازم مش عارف ايه ونحقق ونعمل. لا، دي الكوره مكسب وخساره، اي الكوره ترفيه، الكوره متعه وفيها كسبان وخسران. طيب متوقع مباراة بكرة كابتن الناحية الفنية تبقى مباراة مقفولة، مباراة مفتوحة من الفرقتين؟ الاثنين هيقفلوا طبعا، خاصة الاثنين هيقفلوا، خاصة النادي الأهلي. أي. الشيء الطبيعي النادي الأهلي يقفل الملعب، ليه؟ لأنه بيلعب على فرصتين. أي نادي الزمالك لو قفل الملعب ما خلاص يبقى كده قدم للنادي الأهلي اللي هو عايزه، وبقى تعتمد هنا على قدرات اللعيبة وعلى أي. الفرص. والفرصة هنا في ماتشات الأهلي والزمالك يا كريم بالفورة على طول. يعني الفرصة اللي تضيع هيدفعوا ثمنها. فأتمنى إن الناس نلعب ماتش كويس يليق باسم القمة اللي احنا كلنا مصر والعالم العربي كله بيتفرج عليها. مين يكسب مين يخسر مش دي القصة. أيوه أنا كراجل طبعا أتمنى النادي الأهلي يكسب عشان يبقى فرق 7 نقط ونكسب الدوري، طبعا ده شيء يسعدني جدا يعني. أكيد. لكن في نفس الوقت يا كريم يهمني أكتر البلد، يهمني أكتر الاستقرار. أيوه. وأتمنى من الجهاز الفني ده هنا وهنا، طبعا بنتكلم على نجوم كبار، اذا كان عبد العزيز ولا ميدو ولا حازم امام ولا صلاح، نجوم كبار يعني. ايوه. ان هم يلتزموا، اللعيبه جوه الملعب تلتزم بالبلد، تلتزم بمصلحه البلد، مين يكسب مين يخسر مش ده. عايزين ندرس درس للموتورين الجماهير سواء هنا او هنا، ان الاهلي والزمالك هم قمه الكره المصريه وهم قمه الاخلاق وهم قمه الاداء وهم قمه المتعه وقمه الحب للبلد. مش مهم مين يكسب ومين يخسر. بالظبط. بشكرك كابتن مصطفى. اهم من اي حاجه يا كريم. اكيد يا كابتن مصطفى، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن مصطفى يونس نجم النادي الاهلي السابق، خلينا بقى نروح نتكلم